هكذا كان معزز عبيات قبل اعتقاله، لاعب كمال أجسام مفتول العضلات، وهكذا أصبح معزز خلال الإفراج عنه، جسد نحيل ومرتعش بالكاد يستطيع المشي. هذا ما فعلته 9 أشهر من التعذيب داخل سجن النقب بالأسير معزز عبيات، 37 عاماً من بيت لحم. نادي الأسير قال في بيان له إن عبيات تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وتحديداً على قدميه، ليواجه لاحقاً سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح والتعذيب والتجويع والتنكيل. عبيات أسير سابق تعرض للاعتقال مرتين قبل اعتقاله الحالي، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء. حاله كحال آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون خطر الموت كل يوم.